الأمريكية، ودايما برنامجنا بيقدم لنا النموذج الملهم سواء جوه مصر أو بره مصر. النموذج الملهم بتاعنا اسمه الدكتور أحمد الجنيدي. الدكتور أحمد الجنيدي هو مهندس استشاري ومدرس هندسة التربة والأساسات بمعهد الجيزة العالي للهندسة. هذا الرجل معلم فاضل يستحق ما سترونه في الفيديو القادم. يعني شايفين العظمة، الجيل ده من الشباب ما بيعرفش يجامل حد أبدا، وإذا وقف يعني وقف في ممر شرفي يسقف للدكتور بتاعه، فأكيد هذا الرجل رجل عظيم وعمل حاجات كتير جدا في حياة هذا الجيل أو في حياة الطلاب دول. تخيلوا بقى لما يكون المعلم بتاعنا قدوة لأولاده فيسقفوا له. لو عندنا من دكتور أحمد جنيدي كتير، وإحنا عندنا الحمد لله كتير، يبقى كل حاجة في البلد دي بخير، لأنه المعلم لما بيكون بخير كل شيء بيكون بخير. دكتور أحمد، زي حضرتك. أهلا يا فندم، السلام عليكم. حضرتك، عليكم السلام. دكتور أحمد، احكي لنا الواقعة بالظبط حصلت إمتى وإزاي؟ هو حضرتك احنا كنا انا كنت في الـ في في دول الطلبه بتوعي اللي انا بدرسهم من ساعه ما دخلوا المعهد لحد السنه دي اللي هي مفروض سنه التخرج بتاعتهم وهيسيبوا المعهد. فهم الطلبه اخر يوم في الامتحانات بلغوني ان يعني لو انت جاي في اليوم ده نبقى نتصور سوا. فقلت لهم ما فيش مشكله ان شاء الله. وفي اليوم ده جيت ورحت المعهد وطلعت في مكاني، وبعدين لقيت بيقولوا لي خلاص اتفضل تعالى عشان هنتصور دلوقتي. نزلت معاهم، طبعا فوجئت بالمنظر اللي انا ما كنتش متخيله، يعني طبعا ده حاجه كانت كبيره جدا ما كنتش متخيلها. يعني نزلت لقيت طبعا حاجه شعور غير عادي. طبعا انا الطلبه دول يعني انا بحبهم جدا وبحب كل الطلبه اللي انا بدرسهم، فطبعا كان بالنسبه لي احساس غير عادي. مش عارف اوصف لحضرتك ايه الشعور ده. الموضوع ده كانت تجربه تدريسيه معينه حصلت لظروف حصلت مع بعضها. أول حاجة المعهد اللي احنا فيه اللي هو معهد الجيزة للهندسة، المعهد ده أتاح لي إن أنا أدرس الطلبة بطريقة تحبب الطلبة في المادة. فالظروف أتيحت لي في المعهد. الطلبة كويسين جدا، طلبة يعني يعتمد عليها، نوعية جميلة جدا. يعني الدفعة دي دفعة مميزة. أنا مش هقول إن الدفعة دي دفعة مميزة، ولكن اللي أنا لمسته إن هم كلهم كانوا كويسين. أنا مش هم كل يعني كلهم ولادك حضرتك، مش هتميز ولا يعني دفعة عن دفعة، لأن كل دفعة ابن كلهم جديد من أولادك. يعني مش معنى كده إن الدفعة اللي اتخرجت قبل كده ما كانتش مميزة، لا بالعكس كانوا كويسين. بس الدفعة دي فكروا إن هم يعملوا هذه الفكرة، ودي حاجة كويسة، يعني فكرة كويسة يمكن بتساعد الناس انها تحس ان برضو في طريقة للتواصل. يعني الواحد اعتاد ان دايما العلاقة بين الأستاذ والطالب بتبقى شوية فيها شوية حساسيات، ولكن واضح ان الطلبة لما بنرفع الحساسيات دي بنخلي الطالب يقرب من الأستاذ، وفي نفس الوقت بيشيلوا المسؤولية. يعني هم مش عشان المعاملة الكويسة بالعكس ده كانوا يعني كويسين جدا.
فبصراحة كانت حاجة جميلة جدا منهم ومن المعهد، والحمد لله. برضو أنا في الجزئية دي بقول إن أنا تعلمت على إيد أساتذة، أساتذة دي في منهم كل واحد كان ليه طريقة، فكان في ناس أثروا فيا لأن الطريقة اللي كانوا بيدرسوا بيها كانت محببة ليا، فأنا حاولت إن أنا أعمل زيهم. أنا برضو هقول الأسماء من الرعيل الأول، الأساتذة الكبار كان دكتور عبد الرحمن بزرعة، راجل قمة في الأخلاق والأدب، وكانت العلاقة بينه وبين الطلبة قوية جدا، فشجعتني على حاجة زي كده. برضو من الجيل اللي بعد دكتور فتح الله النحاس، برضو في نفس التخصص اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ميكانيكا التربه والاساسات، يعني طريقتهم في الشرح كانت جميله ومحببه، فالواحد يعني حب ان هو يكمل بنفس الطريقه، والتجربه انا شايف الحمد لله انها كانت ناجحه جدا، ويا ريت ان يعني كل الطلبه تبقى كده، يعني كل الطلبه يعني يتاح ويا لنا رب كل فرصه ان الاساتذه يكونوا زي حضرتك يا دكتور. انا يعني والله حقيقه انا مبهور، انا مبهور بشخصيه حضرتك، لان حضرتك في اللحظه اللي ولادك فيها بيكرموك حضرتك قررت انك تكرم اساتذتك بانك يعني تذكر اسمائهم. ما هم السبب، يعني حضرتك يعني الواحد يعني زي ما هم الطلبه كانوا على يعني عندهم من القدر من المسؤوليه والاخلاق ان هم بيكرموا استاذهم، فاستاذهم برضه بيكرم الناس اللي اثروا فيه في حياته، وهي رساله بتتناقل من جيل لجيل، والدنيا ماشيه على كده ان شاء الله، يعني بحيث ان الدنيا تبقى الى الاحسن دائما ان شاء الله. دكتور احمد، حضرتك كام دفعه طلعوا من تحت ايدين حضرتك؟ بص حضرتك، هو انا يعني مجال التدريس يعني يمكن هتبقى حاجة غريبة شوية، أنا دخلت في التدريس من حوالي 5 سنين بس. قبل الـ5 سنين أنا كنت بشتغل في المكاتب الهندسية في مصر وبره مصر، وبعدين عشان أنا كنت بحب التدريس، فأنا كنت حابب دايما إن أول فرصة تتاح لي إن أنا أدخل في مجال التدريس إن أنا أدخل. كنت بدرس قبل كده المهندسين اللي بيجولي في المكتب، بشوف إيه المهندس الجديد المتخرج محتاجه وأدرسه له وأنا في المكاتب الهندسية. لما التحقت بالتدريس وده طبعا اسهل ابتديت، عليك 1000 مرة من الطالب، لان المهندس هو جاي لك، هو اللي مختار انه طبعا يجي لك. هو متخرج وعنده قدر كافي من المعلومات، انا مجرد ان والنضج انا طبعا. بزودها له، لكن هنا انا ابتديت معاهم من البداية، ودي برضو كانت ميزة اني ببتدي مع الدفعة عشان دي من بتشكل البداية. بتشكل وعيهم بتشتغل عليه. فالحمد لله، يعني الطلبة كانوا كويسين، وإزاي الطالب يحب المادة بتاعته. طبعا نمرة 1 المعاملة الطيبة، نمرة 2 الناحية بقى الثانية إن إزاي أسهل له المادة، إزاي أخليه يعيش الواقع اللي هو حيلاقيه لما يتخرج، وهو ده اللي انا كنت بركز عليه، ودي الحته اللي انا بشكر فيها المعهد ان هو ساعدني اني لما الاقي حاجه في المنهج مفروضه عليا لازم ادرسها وانا حاسس انها مش مفيده للطالب وهي مجرد حشو لمعلومات مش مفيده، كنت بحاول ان انا اتجنبها واركز على الحاجات اللي الطالب لما يتخرج يشوفها بعينه. يا سلام. فإلى حد ما الطلبة ابتدوا يحسوا إن هم يعني بيشوف معلومات فنية، اللي هي يمكن الدفعات اللي اتخرجت قبل كده كنت ما بقابل حد يقول لي والله فعلا انا الحاجات، انا لما بروح الموقع كنت بشوف الحاجات اللي انت بتقولها لنا في المحاضرة، فدي حاجة كانت بتبسطني وبتشجعني اني اكمل في نفس طب الطريق ده. حضرتك نصيحة من حضرتك للأساتذة، إزاي يقدر يعدي الحاجز النفسي مع الطلاب في الأول؟ والله هو أنا ما أقدرش أقول تحديدا إن أنا إن الأجيال اللي موجودة دلوقتي هي أجيال يعني مفكرة وصاحبة قرار وأيضا متحمسة، وفي بعض الأحيان ممكن تكون متحفزة، فإزاي يعني حضرتك ازاي قدرت توجد العلاقة الطيبة دي بينك وبين الولاد؟ الولاد كانوا بيسقفوا لك بمنتهى الإخلاص وبيحبوك جدا، أكيد ده ليه أسباب.
طيب هو انا برضو مش عاوز اقول ان انا يعني عملت حاجه ما عملهاش غيري، لا بيعملها غيري كتير اكيد، ولكن يمكن انا اللي صدفت ان الدنيا يعني ان المعلومه بتاعتي وصلت للناس وابتدينا نناقشها اهو دلوقتي على التلفزيون، ولكن اكيد في دكاتره كتيره ليهم طرق طبعا. زيي لا عندنا واحسن عندنا مني اساتذه عظام واتعملت اكيد ممرات اكيد، الشرفيه، وانا مش اللي لكن احنا مش انا عاوزين بقى عاوزين طريقه الدكتور احمد الجنيه ده. حضرتك يعني حضرتك متواضع جدا، بس كل واحد ليه طريقه، فناخد جزء كده منها. يعني نصيحه للشباب حتى المعيدين اللي لسه في بدايه سلك التدريس، ازاي يتعاملوا مع هذا الجيل تحديدا؟ هو زي ما حضرتك قلت كده، هو الموضوع مش محتاج تحفز بين الطرفين. الطلبة دي اتضح من التجربة دي ان لما الواحد بيقرب منهم ويحسسهم بمصلحتهم، يعني مثلا هقول لحضرتك، انا بقول للطالب المحاضرة بتاعتي بتبتدي الساعة كذا وبتخلص الساعة كذا، لو جيت بعد الميعاد ادخل، ما 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 انا ما بمنعش حد ان هو يخش، عاوز يسمع معلومه يدخل ويقعد، بس ما تشوشرش على زمايلك اللي موجودين جوه. ولو انت دخلت جوه وقعدت وبعد ما دخلت حسيت ان انت تعبان، اخرج من غير ما تستاذني، اخرج ارفع ايدك يبقى حضرتك مديله مساحه من الحريه، مش بالحريه محسس. وفي نفس الوقت انا بدرس لهم المحاضره، وبعد ما بدرس لهم اثناء ما انا بدرس المحاضره انا بسجل المحاضره على الكمبيوتر عندي وبنزلها لهم بعد كده، يا فبالتالي سلام. حتى اللي فاتته المحاضره هيرجع يسمعها تاني كامله، فهو مش بيحضر الا عشان يستفيد، مش هو مش مجبر، هو مش بيحضر عشان ياخد غياب. لا ما فيش عندي حاجه اسمها غياب، هو في عندي ان طالب عاوز يستفيد، وطبعا مع ظروف الكورونا انا مش عاوز المدرج يتملي بعدد زياده، انا عاوز اللي يحضر في المحاضره الطلبه اللي عاوزه تستفيد، واللي وعاوزه مش عاوز تتفاعل يستفيد مش اللي تعبان ما يجيش يحضر عشان مجرد ان هو بيضيع عشان الغياب، لا انا مش عاوز الغياب، انا بديله يعني لو نمره الغياب هي دي المشكله هديله نمره الغياب، ولكن انا عاوزه يحضر عشان يستفيد من غير ما يضر زمايله. فهو الطلبه ابتدت تحس ان الماده دي، على فكره الماده اللي بدرسها تعتبر من المواد الصعبه، ماده ميكانيكا التربه والاتساع ماده صعبه، والطلبه يعني بتتخرج من الكلية حاسة أنها مادة فيها مجموعة يعني حاجات مبهمة شوية، فإزاي أن أنا أركز للطالب على أجزاء مهمة معينة اللي أنا عاوزه لما يتخرج تبقى لسه موجودة عنده. إحنا عارفين كلنا أن إحنا كلنا كنا درسنا، وكلنا بعد ما تخرجنا في بعض المعلومات فضلت معانا وفي بعض المعلومات راحت من دماغنا، صحيح. فهو أنا بحاول أركز طول السنة على حتت معينة اللي أنا عاوزه لما يتخرج بقدر الإمكان يبقى هي دي المعلومات ما اللي ينساهاش. عنده. ربنا يكرم ما حضرتك. تضطرش. طبعا طبعا يا دكتور أحمد، ربنا يكرم حضرتك. دكتور أحمد الجنيدي المهندس الاستشاري ومدرس هندسة التربة والأساسات بمعهد الجيزة العالي للهندسة. مادة ميكانيكا التربة على فكرة من المواد الصعبة جدا جدا في كليات الهندسة، لأنه كمان فيها مسؤولية حضراتكم لا تتخيلوها، لأنه المادة دي بالأساس قايمة على فكرة دراسة أساسات التربة وأنواع التربة المختلفة التي تتحمل من أول هيكل مفاعل نووي، تخيلوا بقى الصعوبة، لمشروع صناعي كبير لحتى بيت سكني. هي مش مجرد أنت بتشوف التربة دي تقدر تتحمل إيه، درجة مرونتها عاملة إزاي، مادة فيها مسؤولية ضخمة جدا، والأساتذة المتخصصين فيها بيتحملوا مسؤولية ضخمة تصل إلى مسؤولية بناء المفاعلات النووية. يعني ربنا يوفقك دكتور أحمد الجنيدي، وبعد الفاصل نموذج ملهم آخر من أرض مصر المحروسة.